هادي ديك الشركه اللي كانت كتعدى المدينه العتيقه، نزلت لي باليت ديال الرخام ديالها اللي كيجي كلاك يهرس كلشي. كيفايو على دي نخسرو حنايا الفلوس، نعدلو الدروج والسور مهرس، لا من هاد الجهه هادي ولا من هاد الجهه هادي. هاد البلاصه هادي كتخدم بزاف وكيطلعو لي جروب ديال التوريست من هنا والسياحه. هادي هي الواجهه ديال القصر الملكي داخل المدينه العتيقه. ركبوهم وزولوهم، ما عرفناش علاش زولوهم. الخطر الاولي ديال الحدايد والخطر الثاني ديال الضو. السبب الضو الحدايد، هذا من احسن شارع ديال صعوب الارض. شوفوا على حاله، شوفوا على فوضى، الطونوبيلات معرضين في الطريق، اي واحد دابا كاخصو يدوز يهود للطريق ديال الطونوبيلات. هذه صعوب الارض هذي، وإلى البادية راح أحسن منها. ها الحلفية، ها العشوائية. السلام عليكم إخوان، جبرتوني اليوم متواجد في مرشان، مرشان الهمة والشان. يا حسرة على مرشان الهمة والشان. اليوم غادي نهضرو على هاد المواد هاد الحفافر هادو، ها هما نتوما كتشوفوهم ها هما. هادي ديك الشركة اللي كانت كتعدى المدينة العتيقة، نزلت لي باليت ديال الرخام ديالها. ملي كان الكلاك كيجي يهز ديك لي باليت، كيطلع معاهم حتى الرخام. لي تروطوار ديال طنجر كاملين رجعوا هيدا، كاملين كلشي محفر، كلشي محفر. إذا كانت عندك البلغة جديدة غير هاود على هاود نطر الطونوبيلات، وإلا دوزتي فوق التروطوار مشات ديك البريغة ومشات 100 درهم معاها، والله لا فرحتي بيها. واحد النهار وقعت لي هنايا في العوض من أبر، هاود بجري في السيفة ديال الناس نهار الجمعة، ما كان عليا رجعت نضر بالدلع عليا. جبرتوني اليوم متواجد هنايا في الطلعات من أبر اللي معروفة عند ساكنة طنجاب لعبات سيناريو، في الدروج بن عليم اللي كان مشهور ببلاكات كوكاكولا عند طنجاوة. هاد الدروج هادو جاو يعدلوه، انتوما كتشوفو كانوا بداو فيهم، وكنت عملت واحد الفيديو، وملي عملت الفيديو لا غدا وقفوا الاشغال. حيت ما يمكنش تجي تعدل الدروج والسور راه هو مهرس. كيفايو على دي نخسرو حنايا الفلوس، نعدلو الدروج والسور مهرس، لا من هاد الجهه هادي ولا من هاد الجهه هادي. انتوما كتشوفو هاد الابواب النفايات هنايا ها هما، هادو في العشيه ملي كتجي ما كتجبرش منين تدوز، الدنيا كتكون عامره. عندي اقتراح اللي كان عندي، نزولوا هاد السور هذا، هو هذا راه كاين طرد الارض كبير هنايا، نزولوا ونحفروا تحت الارض وندخلوا هاد المصيبه هادي ونخبعوهم هنايا. هذا هو الطلب اللي كنطلب من السيد الوالي والله يجازيه بخير. هاد البلاصه هادي كتخدم بزاف وكيطلعوا لي جروب ديال التوريست من هنا والسياحه. هادي هي الواجهه ديال القصر الملكي داخل المدينه العتيقه، انتم كتشوفوها هي. السلام عليكم مره اخرى، متواجدين دابا دخلنا المدينه العتيقه تقريبا. غادي نهضروا على واحد الظاهره هاد الرياض ديال الخصافات ديال المندوبيه. هادي واحد الشهر جات شركه ديال اللي كتعدل هاد بوتوز الضو، ها هما جاو عملوا هاد بوتوز الضو، ركبوا ثلاثه هنايا وجاو زولوهم وخلاو هاد الظاهره هنايا ديال الحدايد، الخطر الاولي ديال الحدايد والخطر الثاني ديال الضو، السلوكه اللي خارجين. وانتم كتشوفوا هنايا الالعاب صغارين هنايا ها هما، كيشكل عليهم خطر. وجات امام حدا مدرسه الحسن الاول اللي كنا كنسميوها حنايا مدرسه بونسي. الالغام سي نورمال، هادو الغام، هادي ولاد ربتي البنا ديالك ما طلعتي حتى القلب ديالك تما طيحك هادي، لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي المنطقه حساسه بزاف، كاين التلامذه مدرسه، كاين الناس وليداتهم كيجيو يلعبوا في الرياضات، والعايش صغير ما يعرفش يبلع، وكاين السياحه. كانت رجع السيد العمده ويخرج يعمل واحد اللجنه التتبع ديال الاشغال، وراه الحمد لله الميزانيات راه عندهم، السيارات كاينين، النواب ديال الرئيس كاينين، النواب ديال العمده كاينين. ما انا كنعرفش هاد النواب ديال الرئيس كاينين في الاسماء وفي الكواغات، علاش ما كيخرجوش يرعبوا هاد الشيء؟ كاينه لجنه الاشغال. واش لجنة الأشغال كاينه في الكواغتا ولا كاينه على أمام أمر الواقع؟ أنا ما كنفهم والو. السلام عليكم إخوان، مرة أخرى نتأنى الجهة ديال جهة طنجة تطوان حدا ما أدلا فوكا. غادي نوريكم اليوم فين كيمشيو المواطنين. هذا من أحسن شارع ديال سوق البقر، سوق البقر اللي كيعرفوه السكان ديال طنجة أيام زمان. هانتوما كتشوفوا لي تروطوار ديالو، هذا هو لي تروطوار، شوفوا على حالة باش تعرفوا الفوضى. الفوضى اللي كيبغي يعمل شي حاجه كيعملها. دابا حنا فوق التروطوار، شوفوا دابا المواطن اللي يبغي يجي يقوز هاتها، شوف
شوفوا على فوضى. التونوبيلات معرطين في الطريق، المواطنين ما عندهمش منين يدوزوا. اي واحد دابا خاصو يدوز يهود من الطريق ديال الطونوبيلات. هي مخلطه من كل جهه، من كل جهه مخلطه، لا من المواطن ولا من المنتخبون ولا من الاداره ولا من كل جهه. هي مخلطه فوضى. اجي تبعني من هنا، شوفوا التروتوار كيفاش عامل. هادي صلب اراضي هاي انا. شوفوا الحاله كيف وصلت لينا. وشوفوا العمارات اللوخوس هنايا كيسوا جد مليون دالفراغ متر كاري. وهذه ديك الفيلا الغزاله راه هي، شوفوها هي. ولكن ملي كتجيو من الطريق امام الامر الواقع انتوما كتشوفوا المواطن ما عندوش فين يدوز. اجي من الجهه، شوف انا حاجه واحده اللي خاصني نعرف، وما هاد السيارات اللي كيتكراو ديال المقاطعات والسيارات ديال النواب العمده والمصارف والتليفونات، علاش هاد البلاد ديال هاد البلاد مخسره وحنا حتى الطريق ما عندناش؟ هاد الرخام هذا كنا كنعيطوا له رخام الدرهم. هذا ملي كانت بلديه في ايام زمان وملي كانوا الاعضاء كيعيطوا لهم اعضاء المحترمون في ديك الساعه، هذا كان كيتعدل هاد البابي في درادب درهم. حنا ديك الفلوس ديال السيارات اللي هادي نكريو بهم والمصاريف ديال التليفونات، علاش ما نعملوش بهم بعدا نعدلوا بهم القران؟ هي اصلا انا ما كنعرفش الميزانيه ديال مقاطعه المدينه، مقاطعه الاربعه ما كتسمحلهمش بهم يكرو بهم السيارات، حيت ما كاينش واحد الارتيك اللي كيقول لك نكرو بهم السيارات. هذيك الفلوس اللي كتخسروا او عملوا بوند كوموند ب 100000 درهم، واخا تقول لي ما كاينش في الميزانيه اصلاحات ديال الطرقات، يمكن لك تعمل بوند كوموند وتصرفوا ونعدلوا الرخام ديال درهم ونعدلوا به التروتوارات. حيت دابا المواطن في طنجه ما بقاش عنده التروتوار، رجعنا بحال وإلى البديه راه احسن منا. ها الحاله فينيه، ها العشوائيه. دابا راه انتم ملي طلعتوا من الانتخابات حتى واحد ما دار. الناس كيفتحوا عليكم التليفونات كاملين تبدلوا. ديتوا الطونوبيلات، ديتوا التليفونات، جلستوا في الكراسي. التليفونات بدلتوهم كاملين. إوا انتم كاملين اللي بغيتوا. وطنجه هي ماشيه. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.